اهلا وسهلا سيرنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نعطيكم واحد مقتطف فيديو اللي داز في القناه المغربيه ديال تمازيغت، ربما يكون داز في قنوات اخرى ديال التلفزه المغربيه. كان تحدث فيه على السياحه باصيله، وفي هذا الفيديو هذا بغيت نطرح عليكم اسئله قبل ما ندوزو نشوفوا الفيديو. واش السياحه في المغرب رخيصة ولا غالية؟ طبيعة الحال الأغلبية غادي يقولوا غالية، ولكن كيفاش يمكن لك تخليها رخيصة؟ هذا هو الفيديو اللي كنوجد لكم غدا إن شاء الله. إذن طرحوا أسئلة كما بغيتوا، فالجواب غادي يكون في الفيديو القادم إن شاء الله، حيث أنا عارف بزاف الناس حيرين دابا فين غيمشيو وكيفاش يمكن لهم على حسب الإمكانيات المتوفرة يسافروا بثمن مناسب. إذن غدا ان شاء الله غادي نعطيكم جميع التفاصيل حول السفر بالمغرب. شنو السبب اللي خلاني نختار أصيلة وممكن نختار مدن اخرى بطبيعة الحال؟ اذا في الفيديو المقبل ان شاء الله نعطيكم جميع التفاصيل عن التطبيقات اللي يمكن لك تخلي السفر ديالك يكون ارخص وممتع لاقصى درجة ان شاء الله. اذا ندوزو نشوفوا الفيديو ديالنا ديال القناة تمازيغت. ثامتين ثان أصيلة يوث هزيت الدماغ رلان ثلاث ماتارين ثمريتا غرت الدونا كوية سقواسة لوقات الدغان ونبدو إيان وثية خثرازي مرينا نجاجة دوينا برا لومن جمع يرات ماتارين ثسنتين ثمريتا. اكتشف أن صراحة مدينة تستاهل الزيارة، وفي خدمة مدينة تستاهل تنزورها لمن مدينة ترين عرصة زيادة خفض زوريد لهوان البحر ذي مدينة ترين سونفو مثلا ياخذوا قسط من الراحة. في الختام ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على حسن تتبعكم. نشوفكم في الفيديو ديال السفر، نصائح السفر باقل تكلفة، غدا ان شاء الله. الى اللقاء.